مساء الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في لايف جديد. النهارده يا جماعه موضوعي موضوع غريب شويه. ليه موضوعي موضوع غريب؟ مصطفى قرر ان هو يفك ست سهور واجبان، اربع سهور وحوامتين. وحوامتين يعني ايه حوامتين؟ بس قول للناس يعني ايه حوامتين. دي من فصيله البازال، الحوامات دي بالريه مش مستوطنه، اما السهور بالنسبه للسهور مستوطنه عندنا. انت النهارده هتنطق صراحه؟ تمام. بعد علاج الدور الجرحه دي كلها بعد ما عالجتهم كانوا بيعانوا من ايه؟ طيب تعالى كده المصور ثواني، قول لي مصطفى هما كانوا بيعانوا من ايه؟ الحوام ده كان ريشه ناقص، انت فاهم؟ طبعا انا فضلت فيتامينات وديها تمام. بص الريش تمام، كان هنا في ريشه طايره. طبعا الريشه دول لما بتكون ناقصه بيبقى كل سنه الخضار ما بيعرفش كتير، بالذات في السلحين الاخر. تمام. هو ده اسمه ده نوع ايه؟ طيب ده حوام. حوام تمام. حوام بيعمل ايه الحوام ده يعني؟ بيتغذى على القوارض، بيتغذى على الفراخ، بيتغذى على اي حاجه، ده بينزل على اي حاجه، فراخ، كتاكيت. بس ده بري، ده مش مستودع. ده ياكلها في قد ايه لو فرخه مثلا؟ ياكلها في ده اقول مثلا ممكن سكه مثلا 10 دقايق ربع ساعه لو فرخه صغيره يعني على قد ايده. تمام. ده عندك برده حوام اهو. تمام. ده حوام تاني يا جماعه. دي يا جماعه الحاجه الطيور دي يا جماعه احنا يعني حوامات دي نادره يعني، هنطيرها دلوقتي حالا. قليل ما بتنزل يعني، الطيور دي حوامات نادره، انت فاهم؟ ما اتمسكتش كتير. اسمها حوامات. دي احنا خدناهم يعني، احنا طب قول الحوام. لميناها من عندنا هنا من المنطقه، من ناس بتربي، فاهم القصه غلط يعني. فطبعا احنا اشتريناهم، وطبعا اللي كان فيه اي حاجه احنا عالجناها طبعا عشان لما نطلق الحاجه تكون طالقه بشكل سليم يعني، انت فاهم؟ حفظا برده عن التوازن البيئي. وسور الشرياس دي طبعا مهمتها عندنا هنا تحسينا بقى من الحشرات، وعندك من الفئران يعني عندك سور الشيراز دي ربنا سبحانه وتعالى خالقها مستوطنه هنا عشان تنظف لنا الدنيا. بجد؟ طبعا. يعني السور دي حقيقي ايه؟ بتاكل فئران وتعابين؟ انت قلت لي بتشوف التعبان تحت الميه. ايوه. صح؟ بالنسبه ايوه بالظبط. بالنسبه للسور دي حاجات مستوطنه ايه؟ دي حاجات مستوطنه عندنا. وطبعا الحوامات في منها انواع كتير قوي، في اللي بياكل السمك وفي اللي بياكل التعابين، يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق كل نوع ان هو مخصص لحاجه معينه. ده صوته ده. ده الصوت بتاعه. بس يا جماعه العقاب او بيقولوا عليه الحوامه، تمام. مصطفى هيطلق الحوامات والصقور دي دلوقتي في الجو زي ما انتم شايفين كده، هيتم اطلاقها في الجو. سعرهم قد ايه دول يا مصطفى؟ طيب يعني دول يتراوحوا اسعارهم كده؟ انا ما بحبش اتكلم في اسعار، ما بحبش اتكلم في فلوس، لان انا ما يعني ما بحبش ان انا اتكلم في النقطه دي. تماما حفظا على التوازن البيئي، زي ما احنا بنجيب طيور وندربها وبنشتغل معاها، برضه واجب علينا ان احنا نجيب طيور ما نخليهاش اسيره في الاسر، برضه حفظا على التوازن البيئي عشان برضه ما يحصلش معانا خلل بعد كده ان شاء الله لما يبقى في اي موسم جديد او اي حاجه يبقى معانا طير ان شاء الله ندربه ونبدا معاه من اول وجديد. الصقر اللي موجود في الكرتونه ده نوعه ايه؟ الصقر اللي موجود في الكرتونه ده صقر شرياس. شرياس؟ ده يعتبر صقر البلدي، يقولوا عليه باشي، يقولوا عليه اسامي كتير يعني. طب احنا هنطير بقى، يلا تمام نبدا. ماشي. استنى بس ثانيه واحده يا جماعه. بصوا يا جماعه مرحله الطيران، هو لما تشرح لنا كده لما بيطير بيعمل ايه؟ هو اول ما يطير الحوامات دي المفروض ان هي بتحوم، بس ممكن من على بعد شويه. يعني على بعد. ممكن يصطادوا حاجه في الجو. والله لو قابله بقى ده هو نسيبهم بقى. يلا ماشي، يلا بينا. تمام يلا. بصوا يا جماعه هتطلق ده الاول ثاني واحده. باين كل سنه وانت طيب. افراج. بص بيحومه فتح. بص لف ورجع تاني اهو. لف ورجع تاني اهو. هو كده بيعمل بيحوم. بيحوم. بص هيفضل يلف شويه، خلي بالك. شايفينه. شايف؟ بس يا جماعه جناحاته كبيره جدا، خد بالك. بص بيحوم ازاي يا فتحي؟ بص يا فتحي بس لا حبه من زمايله معاه. الغربانه هتتلم عليه دلوقتي. والله ايه اللي هيحصل بقى في حياه الغربان كده اتلمت عليه؟ الغربانه بتعمل مطارده عشان بتخاف على الاكل بتاعها، يعني هي دي زي منطقتهم. يعني هيحصل مطارده دلوقتي هناك كده؟ بيعملوا مطارده فبيخافوا على الاكل يعني. يعني دي كلها غربان وعقاب واحد. بيعملوا زي مطارده.
هيطردوا لانه كده كده مش مستوطن عندنا يعني. تمام، ده الصقر التاني. تعالى كده بس عشان السور، لو هتطيره كده بقى خلي ظهرك كده. اه كده لانه هو كده. تمام، ثانية واحدة. يلا بينا، تعالى من هنا اهو. يلا. بسم الله. هاي شايفين يا جماعه الطيران ده؟ طيران حر بقى كده خلاص، طيران حر بس خلاص. ده طيران ذهاب، ذهاب بلا عوده. يقول لك ده متدرب وجاي تاني، ده مش متدرب ولا بيتدرب اصلا يعني. الناس اللي فاهمه فاهمه كده، ده ما بيتدربش، بس هو الطبيعي بتاع ان هو يحوم الحومه اللي انت شايفها دي. ده ذهاب بلا عوده كده خلاص. ده كده شكرا اهو، هو بيحوم، هيفضل يحوم يعني. هو بس بص يعني، انا لاحظت ان الطيور كلها بدات تطير في السماء مع اول ما اطلقت العقابين دول. واحد على اليمين واحد على الشمال اهو. واحد على الشمال واحد على اليمين اهو. بس يا جماعه السماء اتمنى الطيور بمجرد ما العقاب تم تحرير اسره. يلا بينا السور بقى، ورينا كده منظر الصقر اللي انت هتطلعه ده. ده صقر ده. بص الريش سليم ازاي؟ فين يا جماعه ال ده مصري، ده صقر مصري ده صح؟ ده شرياس. اسمه شرياس. تمام. طب ما تكلمنا عنه كده قبل ما تطلقوا. والله هو احنا عندنا اربعه منه ده. ده احنا عندنا معانا منه اربعه. معانا منه اربعه صح؟ الصقر الشرياس دون مهمته ان هو يعتبر بيخلصنا من الحشرات. تمام؟ الفيران. الحشرات والفيران. بص هو كده عايز يقعد. الحشرات، الفيران. هو ليه مهمه كبيره جدا. يعني عشان كده هو هتلاقيه مستوطن معانا، وفي منه عندنا كتير يعني، هتلاقي منه كميات. طيب طير يا باشا. طيرة الشرياس يعني، او كل طير حسب مزاجه يعني، فاهم؟ هتلاقيه بيلف برضه حوالينا. الصقور والعقبان دي اساسا يعني بتبقى ليها مهمه كبيره جدا في في الحفاظ على التوازن البيئي يعني. طب انا هحاول على بلعات اصطاد الفيران والتعابين وال اي حاجه مع الحاجات دي مع الشباب، بناخدها منه وبنشتريها. وده لله مش للناس طبعا. للدقه يعني، لوجه الله يعني. يلا بينا. شايفين يا جماعه ال كده برضو ايه؟ ذهب مع الريح. تعالى نقف في حته ثانيه غير الحته دي كده، نطير عشان خاطر الشمس هنا يعني جايه. هوبا، ادي واحد طار اهو يا جماعه. طار لوحده. يلا مش مشكله. احنا كده كده كنا هنطيره اهو. وريني كده بس نبو الصقر ده قبل ما نطيره بس ايه. فين يا جماعه الصقر؟ بص تبقى عضته قويه جدا يعني، او ماسكه ايده جداً. بتبقى قويه جدا صح؟ انت قلت لي العقاب ده اصلا بيشوف التعبان تحت الميه يعني ازاي؟ في عقبان من الحوامات دي. بس طبعا الحاجات دي انا ما شفتهاش عندي في مصر هنا. الحاجات دي ليها فيديوهات منتشره على النت، لو شفتها فاتحه هتلاقيها ان هي بتجيب السمك من تحت الميه. انت فاهم؟ بتجيب يعني، هي اصلا همتها اصلا ان هي تاكل سمك. وده بيسموه عقاب السمك، وليس الحوامات اللي طارت يعني. اللي طارت دي حوامات ليها دور تاني. ليها دور تاني. طبعا. تمام. يلا نبوي. طيب هنطير. يلا بينا. طير بقى كده في اتجاه كده على طول. كده يا جماعه الحاجات كلها طارت كده، مهمتنا انتهت. زي ما انتم شايفين. اتفضل. اتمنى برضو ان اي حد في الهوايه، الطيور حاليا احنا في موسم تزاوج وفي موسم رابطه، مش صح وما يستحسنش ان احنا اصلا نربي الطيور في الوقت الحالي، لان ملهاش لازمه. هي مهمتها معاك ملهاش اي لازمه، ولا هتتضرب ولا هتتعمل معاها اي حاجه، لكن هي مهمتها في البيئه هتبقى احسن بكتير كموسم تزاوج. الموسم الجاي تلاقي موسم تزاوج.
مش ببيع، انا مش علاقه بالبيع، انا راجل بهتم قوي بموضوع البيئه عشان انا راجل بحب الهوايه، واللي بيحب الهوايه لازم يخلص لها من كل الجهات بقى. شكرا مصطفى، رمضان كريم عليك.